قناة مصاري للطبخ. اليوم بربع صدرت على الدجاج، نديرو دونك وصفة بزاف بنينة وهايلة ورائعة. دونك تبعوا معايا الوصفة باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. دونك قلت لكم وصفة بربع حبة تاع بربع صدرت على الدجاج. دونك قبل ما نبدا مازال ما اشتركوش، نتمنى دونك يشتركوا، والمشتركات والمشتركين ما تنساونش في اللايكات وفي التعليقات. نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نبداو الوصفة بسم الله. دونك نبداوها بهذيك لاصوص، ديروها صوص بلونش. انا درت هذيك لاكاركاس، نحيت منها بياض الدجاج هذاك البلون بولي. دونك هكذا باش جوست باش نبنن هذيك المرقة. دونك حطيت هنا حبة بصل متوسطة مع هاد صدر تاع لاكاركاس هذا تاع الدجاج. نتوما حطوا واش حبيتو، لي مورسوات اللي حبيتو. اللي عندكم بزاف الدجاج تقدروا تحطوا باغ اكزومبل لي كويس ايتترا. دونك قليتهم هابنيك شويه تاع الزيت. دونك نجوز دونك نقليهم مليح ما تقلى. دونك نروح للتوابل، عندي شويه تاع الملح على حسب الذوق، قزبر ملحي، قرفه شويه، قرفه تاع الكوري ولا الكاري، تاع الزنجبيل وشويه ثم ملحي. وهنا التوابل يبقى على حسب الذوقه. دونك اللي حابه دير فلفل اسود دير، حابه دير اوسي توابل واحد اخرين باغ اكزومبل توابل خاصه بالدجاج تقدر ديرهم. نزيد شويه توابل خاصين بالدجاج. دونك يتبعوا هكذا سبيسيال بولي. هذا كمان كلش مليح. نزيدو دونك الماء يكون سخون كيس ما يطيب هذاك الدجاج، ونرميو له دونك شويه تاع الجلبانه. دولها دونك هكذا كمشه ولا زوج تاع الجلبانه. دونك اللي ما عندهاش الجلبانه تقدر تعوضها بالحميصه ولا بالحمص ولا بالزيتون. دونك هنا يبقى اختياري، تقدروا ما ديروها بلا حميصه بلا زيتون وبلا جلبانه، غير شيش بلونش بهذاك الدجاج اللي طيبوا فيه. مي دو بريفيرونس اللي عندها هاد المكونات دير واحد منهم باش المرقه تاعنا تجي غنيه اكثر. دونك دوك نخليوها طيب ونجوزو لي بولات هادوك. العقده واش عندنا؟ عندي هنا حبه بصل كبيره قطعتها هكذا. دونك هذاك ربع تاع الدجاج تاع صدر تاع الدجاج، ربع برك ما خديتش البلون كومبلي. وعندي حبه تاع البسباس دونك نغسلها ونقطعها اون لاميل هكذا طرف صغار، ونديرهم داخل لاشوا ولا الغوبو، نلحيوهم كامل. بعد ما رحيت كلش واش ندير؟ دونك حيتهم كامل على ضربه باش يتخلطوا كامل هذا في هذا. واش ندير؟ شويه تاع الملح دونك على حسب الذوق، شويه تاع القرفه. توابل هنا توجور يبقى حسب الذوق كل واحد. شويه تاع القزبر دونك ما نكثرش هنا توابل، انا حبه بيض. بسم الله ونخلط كامل هاد المكونات. خلط كامل هاد المكونات، نزيد لها دونك لا شابلور، لا شابلور ولا الخبز الملحي. حتى يكون عندي دونك اون بات هكذا نقدر نديرها دي بولات ولا دي هك لا فورم اللي حبيتو. اللي حابه دير في بلاصه لا شابلور دير لها الروز، دير لها الروز. درتهم هكذا على شكل اصابع، وراني درتهم في الزيت يتقلاو. نتوما ديروهم كيما حبيتو اصابع، حبيتو ديروهم دي بولات ولا كريات فاش حبيتو ديروهم. قلينا هذوك دونك هذوك صوابع تاع اللحم البولي ملحي مع البسبس والبصل. نزيدو لها شويه تاع لا كريم فريش لهذيك لاصوص هكذا زوج مغارف. اللي ما عندهاش لا كريم فريش نمد لكم واحد التدبيره، ديروا دونك شويه حليب وشويه مايزينا ولا شويه فارينه، خلطوهم مليح مليح. تقدروا تديروهم ميم شويه تاع الفرماج. ام بعد كي تخلطوا كامل ما يكونش فيهم دي غريمو، ديروهم لهذيك لاصوص باش تختلكم وتجي العقده هكذا كريميه. دونك الوصفه تاعنا في طبق التقديم. دونك وصفه رائعه بنينه بزاف اقتصاديه. دونك بربع صدر تاع الدجاج،
درت وصفة دونك مغذية كاملة. نتمنى دونك تجربوها. نتمنى ما تنسونيش في اللايكات وفي التعليقات. نتلقاو في وصفة واحدة اخرى. اترككم في رعاية الله، والصلاة والسلام على رسول الله.